أعلنت إدارة مهرجان الأسكندرية السينمائي أسماء أعضاء لجان التحكيم الدورة 30 المقبلة، وأيضا أسماء الأفلام المشاركة بالمهرجان والنجوم المكرمين، حيث تحمل الدورة اسم النجم نور الشريف. ومن مصر أيضا سوف يتم تكريم نادية جندي والمخرج داود عبد السيد والنجم محمد منير، ويرأس لجنة التحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لدول البحر المتوسط الإيطالي لوتشيانو سوفيتا رئيس هيئة السينما بروما، وتضم في عضويتها سمية الخشاب ودرة، والمخرجة اليونانية ألكساندرا أنتوني، والمخرجة كاترينا ريسيك من سلوفانيا، والممثل التركي أنجين شاغلا، ومدير التصوير الفرنسي باتريك ديومو. تعال. هو في ايه؟ اقول لك تعالى. عايز افهم بس في ايه؟ تعالى اركب. تقدر تبص لي من غير خوف؟ الخوف انا اللي فرضته على نفسي مش انت. اصلك كنت عايز تاخد اللي مش ليك من غير ما حد يحاسبك. اديك رايح بلد سداح مدائح. ونيسة سامعك وشايفاك. يا بخت اللي اتجوزك.